في شقة متوسطة الحال، بتصحى بنت جميلة قوي ومن شكلها كده دلوعة وأيامها معانا طويلة. قولوا إن شاء الله. البنت بتصحى بالعافية وتقول: إيه ده؟ إيه يا ماما في إيه؟ النور منور وخبط ورزع في الحلل. ليه يا ماما؟ ما تعرفيش إن زيزي هانم بنتك أشهر تيك توكر في مصر نايمة وش الصبح؟ الأم ساكتة ومش عايزة ترد، وقاعدة وسط حلل كتير قوي ومحشي وكرومب وبط وحمام وحاجة كده غريبة على الصبح. إيه ده؟ لحظة كده نفهم، ماما إحنا هنفطر بط وحمام ومحشي؟ إيه؟ ولا يكونش اللي جه في بالي صحيح؟ أيوة يا آخرة صبري، اللي جه في دماغك يا أختي صحيح. يا لهوي، غطيني وصوتي يما، غطيني وصوتي. عملها جوزك، عملها إبراهيم الأسيوطي، وخلاص هيرميني في عصمة أبو جبل عزرائيل الصعيد. وطي صوتك يا حبيبتي، أبوك نايم أحسن يصحى يطربقها عليا أنا وإنتي، وإنتي عارفة عصبياته لما بيتعصب ما بيشوفش قدامه. ماما يشوف قدامه يشوف وراه، أنا مش هتجوز أبو جبل، مش هتجوز أبو جبل. يعني مش هتجوز أبو جبل؟ مش كفاية ظلمتوني وسميتوني على اسم أمه اللي هي الست عمتي علشان قال إيه ما تزعلش، يبقى أنا يبقى اسمي نازلة؟ بنتي يا نازلة، لمي نفسك واربطي راسك ربطة المطلقات يلا، وتعالي ساعديني. انت عارفة عمتك حيزبونة وكلامها كتير ومش ناقصة ياخدي تقطيم، ولو عايزة تطفشي العريس ابقي طفشيه، والعلمك ابوكي بيقول هو اصلا رافض انه يتجوزك، وامه هي اللي غصب عليه. ابو الله يرحمه وصاه يسمع كلام امه. ايه؟ رافض يتجوزني انا؟ لا ده كده كملت قوي. فأنا زيزي معشوقة الجماهير أترفض؟ ومن مين؟ من سيد أبو جبل؟ ده كفاية أمه اسمها نازلة. ما تنسيش يا أختي أنت كمان اسمك نازلة، والواد بيقول عليكي بضب وميصة ودلوعة وعايزة تربية من أول وجديد، علشان كده جاي النهاردة وهو عاصر على نفسه شو اللمون. هي نهار أمه مش معدي النهاردة، أنا بضب. طيب وحياة أمه لخليه يرجع الصعيد أفهي أمر عيش. ودخلت زيزي اللي اسمها الحقيقي في البطاقة نازلة على اسم عمتها، ولكنها بتستعر من الاسم ده ومسمية نفسها وسط كل الناس زيزي معشوقة الجماهير. دخلت أوضتها وفضلت راحة جاية وخلاص الغيظ هينط من عينيها. قال ايه؟ ابو جبل مش عايز يتجوزها. زيزي بتتصل بواحده صاحبتها. قالوا بنت يا جودي شفتي خيبه اختك؟ قال ايه؟ ابو جبل مش عايز يتجوزني. ايه ده؟ ابو جبل ده اللي يبقى ابن عمتك صح؟ انت حكيتي عنه قبل كده، ايه اللي جاب ده؟ وهو انت اصلا عايزه تتجوزيه؟ انت كنت بتحكي انه بلطجي والناس بتخاف منه. ايوه يا اختي ايوه، اللي اسمه ابو جبل ده ابو الله يرحمه اتكل وهو بطرد الحكومة، وهو بقى اخد العهد من بعده وقال ايه ابوه قبل ما يموت موصيه يسمع كلام امه اللي هي عمتي نازلة، وقال هيكون غضبان عليه. وعمتي بقى مزاجها جابها قال ايه تجوزني سيد ابو جبل. يا اختي يا اختي على مستقبلك وشهرتك اللي ضاعت يا زيزي، بس اقولك اطمني انت بس البسي لي لبس على الموضة وسبع تمن عشر الوان حطيهم في وشك واطلعي لي، ويا سلام بقى لو لبانة في بقك العصب الصعيدي هيشد عليه، وقول لامه انا لا يمكن اتجوز البت الميصة دي ابدا. فكرك كده أو يبقى جات منه، فإلا أبويا عصبي قوي واخد الموضوع على كرامته وقال إيه خايف على زعل أخته. وفضلت زيزي طول اليوم في أوضتها تجهز أوحش فستان عندها وتجهز ميكب يخوف علشان لما أبو جبل يشوفها يخاف منها ويهرب. وبالليل خلصت الأم العشاء وخلصت معاه من التعب، ودخلت تشوف زيزي غطسانة فين. يا لهوي، بسم الله الرحمن الرحيم، ايه اللي انت عاملاه في وشك ده يا خيبة الامل؟ يا بيت كده العريس يطفش.
ما هو ده المطلوب يا حاجة، ولو مش عاجبكم أنام عادي. لا تنامي إيه، خلي أبوكي هادي كده، إحنا لسه أول الشهر ولسه ما أخدناش منه المصروف. يلا يا أختي زمانهم على وصول، حاكم سيد ابن عمتك ده مواعيده مظبوطة، بيقولولك تظبطي عليه الساعة. وعلى فكرة سألت أبوكي عن شكله، قال لي إنه قمر كده زي بتوع السيما، وتحس كده إنه ملاك في نفسه. ملاك إيه يا حاجة؟ صلي على النبي، هو فيه ملاك اسمه سيد أبو جبل؟ أنا صحيح بقالي 20 سنة ما شفتوش، لكن برضه ده زمانه قرد بسلسلة. وفجأة جرس الباب بيرن، والأم بتقول شفتي شفتي يا خيبة الأمل، أهو العريس جه يلا بسرعة. وخرجت الأم ورحبت بالست نازلة والشاب اللي معاها، والست نازلة أصلاً مش طايقة مرات أخوها ولا كأنها تعرفها، ولكنها عايزة تجوز ابنها للست زيزي بأي طريقة. أم سيد نازلة هانم بتقول إزيك يا مرات أخويا، إزيك يا إبراهيم يا أخويا، أمال فين البت نازلة حبيبة قلبي، بقالي سنين ما شفتهاش، معلش يقطع السفر وسنينه، طبعا زمانها قمر شبهي، أمال اللي اسمها على اسمي تطلع شبهي أكيد. الأم مش مركزة خالص مع كلام الست نازلة، ولكنها مركزة مع الشاب اللي معاها. طلع صاروخ أرض جو، شاب جنتل قوي وحاجة كده تشرح القلب. أمال يا أختي يا ست نادلة، قصدي يا ست نازلة، فين سيد ابنك ومين الأستاذ اللي معاكي ده؟ يا أختي مالك يا مرات أخوي، ده سيد أبو جبل ابني. إيه ده سيد؟ أهلا يا مرات خالي، معلش حضرتك ما شفتينيش من زمان، أنا خلاص بقى كبرت واتغيرت شوية. لا يا حبيبي شوية إيه، دي عاملة في نفسها العجب وفاكراك إنك قرد بسلسلة، ألحق أخليها تغسل وشها. مش فاهم يا مرات خالي حضرتك بتتكلمي عن مين؟ لا 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 ما بتكلمش عن حد يا اخويا، عن اذنكم ثواني بس. ولسه الام بتقوم تلحق زيزي علشان تقول لها ان العريس طلع قمر، واغسلي وشك للاسف لقيت زيزي داخله عليها وقال ايه شايله الشربات. سيد بيبص لزيزي وهي عامله نفسها مؤدبه ووشها في الارض، وبيقول لو سمحت يا شاطره اجري نادي ستك نازلة عرفيها إن سيد بيه أبو جبل خطيبها حضر. زيزي بصت له من فوق لتحت وقالت إيه ده، أنت فاكر إن الخدامة ولا إيه يا ابن نازلة، أنا زيزي أشهر تيك توكر في المحروسة، بيجري ورايا العرسان بالمشوار، وبعدين هو فين العريس عاوز أشوفه، وخليك أنت على جنبي يا حليوة. ما هو أنا العريس يا عروسة، يا أشهر تيك توكر في مصر. زيزي بتبص لأمها وتبص لعمتها وتقول لا هو اللي بنعمله في الناس هيطلع علينا ولا ايه، احنا قلنا سيد ابو جبل ما قلناش ظفر العابدين. وقربت من أمها وقالت ايه ده يا حاجة، الواد مزة قوي وانا بصراحة شكلي يقرف، ايه العمل يا كبير؟ اما ساعتها سيد وقف وقطع الكلام وقال اسمح لي يا خالي نقرأ الفاتحة، بصراحة نازلة بنت خالي قمر ولازم نتجوز في أسرع وقت. وقرب منها وقال هاي عروسة موافقة ولا رأيك إيه، علشان عندي طلعة مستعجلة. ها طلعت إيه يا أبو جبل؟ طلعة في الجبل، فرفر وتكسير ونار بتعمل واوة وشد وجذب وحاجة كده فيلم رعب، إيه رأيك تحبي تتفرجي؟ الله يبقى انت بقى زي ما بسمع عنك مسميينك عزرائيل الصعيد صح؟ ايوه انا عزرائيل الصعيد، وبطفي السجاير تحت باط المزة اللي معايا، ها باطك يستحمل لو جدعة ارفضي وخلها تيجي منك، انا اصلا مقدرش ازعل امي. ماما الحقيني يا ماما. وهنا بيقرب منهم ابوها ويقول لا ده كده العرسان خدوا على بعض قوي، يلا بينا نقرأ الفاتحة. وتمت قراية الفاتحة
وزغرتت الست نزلة علشان ابنها سيد أبو جبل هيتجوز نزلة بنت أخوها اللي هي زيزي أشهر تيك توكر في مصر. ومن الواضح كده إن زيزي عايزة تطفش العريس وهو عايز يطفشها، والاتنين مغصوبين على الجوازة، ولكن ما باليد حيلة. ومش أبو جبل على الصعيد على وعد إن كتب الكتاب والفرح بعد أسبوعين مش أكتر، وزيزي لسه دماغها بتلف من كتر الصدمة ومن كلامه هو إزاي مغرور وقادر كده وما قدرتش ترفضه ولا حتى تطفشه. وطبعا زيزي طول الأسبوعين مستنية إنه يكلمها، لكن مفيش غير عمتها هي اللي بتكلمها تشوفها محتاجة حاجة ولا لأ، وتطمنها إن البيت في الصعيد في كل اللي تحتاجه، هي بس تشرف بشنطة هدومها. زيزي بتدخل على الفيس تشوف صفحته كلها صور وهو شايل بسم الله الرحمن الرحيم وبيحل مشاكل وكأنه الحكومة بنفسها، ده غير كلاب الحراسة المدربة اللي مالية بيته. وكل الحاجات دي خلت زيزي خايفة ومرعوبة من الأيام الجاية. ومرت الأيام بسرعة وجه يوم الفرح وكل حاجة ماشية بسرعة جدا، تم كتب الكتاب وأبو زيزي متعصب ومش طايق نفسه وكأنه عاوز يخلص من زيزي ودلعها بأي طريقة، واللي من ضمن دلعها إنها لابسة فستان أسود في يوم الفرح وربط راسها كأنها رايحة عزا. العريس أول ما شافها بيقول الهبل ده يا ستي تيك توكر، هي دي الموضة ولا إيه؟ ولا من حلاوتك قوي يعني لابسة لنا أسود في أسود؟ لا أنا حاسة أنه عزا وأنا رايحة الآخرة، عشان كده مجهزة نفسي، وإن كان عاجبك يا أبو جبل تصدقي لايقة على الأيام السودة اللي هتشوفيها، بإذن الله هتشوفي أيام أسود من شعر راسك بتاعت التيك توك. وخلاص خلص الفرح الحزيني ده، وسافرت زيزي الصعيد مع العريس، وفي بيت أبو جبل بيشيل العروسة قدام أمه وبقول شفت يا أمي أنا بحب نازلة قوي، أصلها على اسمك يا أمي، نامي واتطمني بنت أخوك في أمان، وخلى أبويا يرتاح في قبره، أنا بسمع كلامك أهو. وأول ما الأم تروح أوضتها والعريس يدخل أوضته وهو شايل العروسة، هوب بيرميها على الأرض كأنها كيس جوافة. آه آه يا عمودي الفقري، أنت اتهبلت يا جدع أنت ولا إيه؟ بترميني الرمية السودة دي ليه؟ مش كنت من شوية عامل نفسك رشد أباظة وشايلني؟ بت مش عايزة أسمع حسك يا ماي سيدة اللوعة يا بتاعت التيك توك، أنا يا بت على آخر الزمن أتجوز حتة بت بترقص طول النهار على التيك توك؟ بس هعمل إيه؟ حكم الأوعى الضعيف، وكمان كنت رافضة تتجوزيني، حسابك لسه ما بدأش يا حلوة. والله ولما انت عارف اني مايصة ودلوحة وافقت تتجوزني ليه؟ ولا خايف من امك يا ابن امك؟ ايوه خايف من امي وتحت رجليها، انما انا اتفقت معاها اتجوز عليكي وقت ما احب، وانت زي الجزمة هتفضلي هنا لحد ما تزهقي وتطلبي الطلاق. خلي بالك اطلقك تخلعيني لا ازعلك، انا زعلي وحش. وغير هدومه ونام وسابها بالفستان تضرب أخماس في أسداس، ومش عارفين هو مجنون ولا فيه إيه، معقول خايف من أمه للدرجة دي ولا عايز يرضيها والسلام. وتاني يوم صحيت الأم تخبط على أوضة سيد وزيزي اللي كان نايم على السرير وزيزي نايم على الكنبة. سيد بيقوم بسرعة وشيل زيزي وعايز يدخل الحمام علشان تغير الفستان، ولكن فجأة أمه فتحت الباب ودخلت وشافتها وشافته وهو شايلها. هي الأم بتقول يا خبر على حنيتك يا سيد، انت شايل نزلة من امبارح بالليل يا قلب أمك، بتفكرني بحنية أبوك ألف رحمة ونور عليه. أيوة طبعا يا أمي، هو أنا طول دي حتى على اسمك لقيتها نامت يا قلبي زي الفراشة، قلت خلاها مرتاحة على إيدي. وحياتك يا أمي أنا واقف كده من 12 بالليل ليلة امبارح. زيزي متعصبة قوي وبتقول نزلني يا عم انت، انت وامك عاملين زي ريا وسكينة، استني يا عمتي وافهم الحقيقة. افهم ايه بس يا روح عمتك، عيب كده انا سنجل مام
من 20 سنة، ونسيتي الكلام الحلو ده؟ ربنا يساعدكوا يا ولاد، يلا بقى أسيبكوا ترتاحوا وانزل أحضر الفطار. خد يا ولية، خد يا ولية، الله يخرب بيتك انت وابنك. قال ايه؟ هقوم ابو جبل سنجل. سيد بشد زيزي من شعرها وقول ايه خرب بيت مين يا بيت؟ ايه اشهر تيك توكر انت؟ هبل يا بيت انت ولا ايه؟ البيت ده مفهوش ذكر غيري انا وبس، ومش اسمع صوتك ولا احب اسمع صوت غير صوتي انا وامي طبعا. تعرفي ان ما نفذتيش الكلام هكسر دماغك الجامده دي. امي تعرف اننا مبسوطين وفي انتظار بيبي جاي في السكه كمان. ايه بيبي؟ لا ده انت العشم واخدك قوي، انا اصلا هنزل القاهره حالا واخلعك. نعم يا حلوه، سيد ابو جبل ما يتقلوش كده. هتنزلي تحضري الفطار مع امي وتلبسي طرحه على راسك علشان الحرس والغفير والخدم مالي البيت، وتلم نفسك واياكي اشوفك لابسه بنطلون وكل ورك في ناحية. تلبسي حتة واحدة بس جلابية زي أمي كده، وكل يوم الصبح تصبحي عليا وتبوسي إيدي. زيزي بتعيط وحاسة أنها معمول عليها حفلة إهانة، واتصلت على أبوها تشكيله وقالت بابا أنت إزاي توافق أن أتجوز البني آدم ده؟ حرام عليكم، أنا إيه مش بنتك ولا أنتوا لقيتوني على باب جامع؟ زيزي أنا دلعتك كتير قوي ولازم أطمن عليكي، والهبل اللي انت عايشة فيه ده وجو النت والتيك توك هيوديكي ورا الشمس، عشان كده لما عمتك طلبتك لابنها سيد قلت فرصة هو اللي هيعرف يربي. علشان كده عيشي واعرف اننا ما عندناش حاجة اسمها طلاق. زيزي خلاص قررت انها تدخل حرب مع سيد ابو جبل وتخليه هو اللي طلقها بأي طريقة. بتنزل زيزي تحت تحضر الفطار مع عمتها وتفطر، أو تحاول تضحك في وش الخدمين ووش عمتها. وبعد الفطار بيدخل سيد مكتبه ويدخل يشتغل، وناس كتير قوي داخله وخارجة عليه وكأنه حلال العقد. وطبعا زيزي من خبتها ما تعرفش هو أصلا شغال إيه. عمته بقولك إيه، هو سيد جوزي وحبيب قلبي شغال إيه؟ هو انت كل ده ما تعرفيش جوزك شغال ايه يا ست نازلة؟ زيك زي امك، كل همها الاكل والشرب والفشخرة الكدابة. تمام يا عمته، شكرا مش هسأل تاني. استني يا بنت اخويا، جوزك يا حبيبتي محامي قد الدنيا وقاضي كمان. ايه محامي وقاضي ازاي يعني؟ مش فاهمة. يعني يا اختي اللي ليه حق ومش عارف ياخده بيجي لسيد، وهو بقى عارف الحق كويس قوي، ولو ليه حق بيرجعه من بق الأسد، ولو مش ليه بيدفعه تمن كدبه وعلمه الأدب علشان ما يرميش بلاه على حد تاني. قلتيلي بلطجي يعني؟ اسم الله عليكي، لمحة يا اختي وتفهميها وهي طايرة زي اخويا تمام، مش زي امك دماغها براس منبه بتزن بس. بتدخل زيزي عليه من غير ما ياخد باله، وتشوف الأوضة اللي هو قاعد فيها كأنه ناصب محكمة والناس حواليه، وكان في واحد واقف قدام سيد وزي ما يكون مدلوق عليه مية باردة. وسيد بيقوله انت يا راجل، انت كدبت عليا وقلت انك اتسرق منك فلوس ومراتك هي اللي سرقتها صح؟ وانا جبت مراتك هنا وقررتها، والست أقسمت إنها مظلومة، ونعرف الكذاب من الصادق. قولي بقى أنت بتكذب ليه وبترمي بلاك على مراتك ليه؟ بصراحة يا سيد بيه أنا ظلمتها، مراتي ست محترمة، لكن أنا كده من فترة عرفت واحدة غيرها وتجوزتها عرفي، وهي من ساعتها طالبة الطلاق، ولكن برضو أنا كاتب لها مؤخر 100,000 جنيه ولازم تاخده، وهتاخد نفقة وذهب وفرش وهتاخد العيال كمان، يعني هتخرب بيتي. علشان كده الشيطان ضحك عليا وقال لي اتهمها انها سرقت الفلوس علشان لما طلقها ما يكونش لها حاجة عندي. سيد بيقف من على المكتب ويضربه على وشه بالقلم وقول اخص عليك انت راجل، انت ما تعرفش ان الرسول قصانا على السيدات
وانت بتقول انها ست محترمة وصيناك، علشان كده انت واطي وعايز تلبسها تهمة. انا بقى هحكم بالعدل عليك، اولا تطلقها وتسيب البيت وكل ما تملك بعد ما تكتبه باسمها، ومش بس كده انت هتسيب البلد وتمشي، بس قبل ما تمشي هتمسك ميكروفون وتلف الشوارع وتقول الحقيقة، وهي انك واطي والست مراتك مظلومة، ولو رجعت البلد تاني هيكون آخر يوم في عمرك. زيزي غصب عنها سقفت له وقالت: برافو عليك يا أبو جبل، الرجل الواطي ده يستاهل أكتر من كده. استنى بقى أصوره وأنزله على التيك توك، ولا أقولك تيجي نركبه حمار مقلوب ونصوره وننزله برضو على التيك توك. سيد ما كانش واخد باله إنها سمع الحوار واتصدم أول ما شافها، ووقف وشدها بعيد وقال: انت يا مصيبة، انت اللي نزلك ودخلك هنا، ده مكان شغلي، وازاي تتكلمي من غير اذن؟ عمرك شفتي حد بيتكلم في المحكمة من غير اذن؟ ايوة يا عم، نصيب محكمة وكده. ويا ترى بقى فين السجن يا ريس؟ على فكرة الجو هنا لو بقى لوكيشن للتصوير هيبقى تحفة. سيد شدها من ايدها ودخلها اوضتها وزقها وقعت على الارض. انت هبلة يا بنت ولا ايه؟ على اخر الزمن مرات ابو جبل تطلع على النت؟ اقسم بالله احفر وحطك هنا في الاوضه دي، والدبال الازرق ما يعرف لكيش طريق جره. وامر ابو جبل بحبسها 3 ايام في الاوضه، والاكل بيدخل لها بحرص. وزيزي حاسه انها وقعت في ايد من لا يرحم، ومش قدامها حاجه غير انها تسكت وتحترم القوانين. وتمر الايام وزيزي في بيت أبو جبل بدأت تتغير وتحترم قوانين البيت، وتقعد جنب عمتها وتسمع منها حكاوي عنه وعن والده الله يرحمه. بدأت تحس إنه بيعمل في حياته حاجة مفيدة أكتر من اللي هي بتعمله على التيك توك والرقص والأغاني. وفي يوم زيزي دخلت أوضتها وقررت إنها تصور فيديو أو تعمل لايف على التيك توك، يعني كانت زهقانة وقررت تتسلى. دخل عليها سيد وقال: ايه ده، انت بتشتغلي؟ انا اسف ما كنتش اعرف، ممكن اطلع لو تحبي. لا لا انا مش بصور على فكرة ولا حاجة، ما بعملش حاجة. ومالك خايفة كده؟ وايه يعني لما تصوري؟ على فكرة انا متعلم ومثقف، وعادي لان مراتي تكون بتشتغل على النت، ولكن لازم تقدم حاجة مفيدة علشان الناس تقول انها بتفيد المجتمع وربنا كمان ارضى عنها. ايه ده يا سيد، اللي يسمع كلامك يفكرك متحضر، انما الحقيقة؟ الحقيقة ايه يا ست نازلة؟ ولا تحب اقولك يا زيزي، على فكرة انا متعلم تعليم جامعي، ولكن انا خرجت للدنيا شفت والدي بيمارس القوة والسيطرة على الناس، ويمكن في كتير من الاحوال بيظلمهم، لكن انا قررت ارد المظالم واحكم ما بين الناس بالعدل. ولعلمك لو مشيتي في البلد هتعرف ان الناس بتحبني وبتسمع كلامي. عارفة يا زيزي انا درست الحقوق، ولكن كتير قوي من المحامين بيستغلوا ثغرات القانون علشان ينصروا المتهم، انما انا بحكم زي ما ربنا بيقول. زيزي وجهة نظرها عنه بدأت تتغير، وبقت مكسوفة قوي من نفسها، وهي طول النهار بتقدم اغاني ورقص وهبل، وقررت إن هي كمان تتغير وتبدأ تشتغل في شغل يفيد الناس. وتمر الأيام وسيد بقى بياخد رأيها في المشاكل اللي بتيجي قدامه، ويتكلم معاها ويحكم ما بين الناس وقربوا من بعض أكتر. وبدأت فعلا زيزي تحب سيد أبو جبل، تحب فيه روح الراجل اللي واثق من نفسه ومحترم قوي، ونظرتها ورأيها تغيروا تماما عن الناس اللي في الصعيد. ده كان من رابع المستحيلات، لكن حقيقي ما دمت ما عشرتش الإنسان يبقى ما تعرفوش، وبلاش نحكم على الناس من كلام بعض، ولا نحكم على الإنسان من موقف شخصي. وبعد كام شهر الأحوال اتغيرت، وسيد وقف قدام زيزي وطلب إيدها للجواز لأنه كان متجوزها غصب عنها، فإنما دلوقتي الحال اتغير ووافقت زيزي وعاشوا في ثبات ونبات وعقبال كل البنات.
في شقة بسيطة جدا. بتصحى الأم بدري قوي وتفتح الشباك وتنادي على بنت بتعمل فول وطعمية. بصراحة أنا مش عارفة هي بنت ولا ولد اللي واقفة دي، طب ما تيجوا نشوف كده. يا رضا، ها انت يا واد، يا رضا يا واد، هاتلي طبق فول والطعمية بتاعت كل يوم واطلع لي عايزاك. وتحت الناس متجمعة على عربية فول وطعمية، واللي واقف عليها مش عارفين إن كان بنت ولا ولد، لكن اسمه رضا. وهنا رضا بتسيب كل الناس وتاخد الأوردر بتاع الست اللي بتنادي دي وتطلع تجري. من الواضح إن الست دي مهمة قوي عند رضا. وفوق عند خالتك اللي بتنادي جرس الباب بيرن، وتفتح وتقول أهلا يا رضا، تعالى يا أخويا افطر معايا. تعالى برضو يا خالتي، برضو يا خالته ام عبقرينه، بتقولي لي يا ولا انا بنت، اقسم بالله بنت، والناس كلها عارفه اني بنت، لكن هعمل ايه، كل الناس بتعاملني كاني ولد. بقولك ايه يا خالتي، هو سي الاستاذ الدكتور المهندس عبقرينه صحي ولا لسه نايم؟ لسه نايم يا اختي، بس خلاص الساعه دقت 7 وده ميعاده، هتلاقيه حالا بنط من على السرير وديله في سنانه عشان عنده كرسي مهم. يا رب ينجحه يا رب، واشوفه كده دكتور قد الدنيا. وبعد ثواني بتدق الساعة 7 صباحا، وفعلا بنط عبقرينه من على السرير وكله نشاط وحيوية، ويدخل الحمام ويخرج بسرعة ولابس نظارة كعب كوباية يدور على الأكل، ومش واخد باله ان رضا موجود، قصدي موجودة. رضا بتقعد تتغزل في جماله مع انه استغفر الله العظيم، وتقول له دكتور عبقرينه الفول عجبك النهاردة؟ ايه ده رضا، ازايك عامل ايه؟ معلش يا اخويا ما خدتش بالي انك قاعد، تسلم ايدك، الفول زي ما انا بحبه تمام. تعرف يا عبقرينه انا بقيت بعمله زي ما انت بتحبه بالظبط، والحاره كلها لازم تاكل الفول زي ما الدكتور عبقرينه بحبه. شاطر يا رضا، تسلم ايدك. يوه بنت يا رضا، قاعده كده ليه؟ قربي كلي مع عبقرينه، عشان بعد ما نفطر عايزك تنزلي معايا السوق نشتري شويه قماش للزباين. انا عارفه ذوقك حلو يا مضروبه، يكشي بس شكلك اللي مدي على عبده موتى ده. حاضر يا خالتي، تحت امرك. وانت يا سيد دكتور عبقرينه مش عايز نعمل لك حاجه؟ يعني اساعدك في اي حاجه. عبقرينه، عبقرينه انت سامعني ولا لا؟ ما تتعبيش نفسك يا بيت، عبقرينه مركز في الاكل عشان طول الليل سهران يا اختي، ومن امبارح ما تكلمش ولا كل. قال ايه؟ بيحضر اختراع جديد. مش سمعتي يا اختي الاختراعات بتاعت امبارح؟ ايوه يا خالتي، ايوه سمعت، هو انا بس اللي سمعت؟ دي الحاره كلها بتتكلم وتقول عبقرينه هيهد البيت علينا. بس ايه، انا نزلت لك فيهم شتيمه. انا ما احبش حد يجيب سيره عبقرينه ابدا، وكل اللي بيعمله صح، ان شاء الله يطربق السماء على الارض برضو صح. شاطر يا رضا، عارف الاختراع لو المره دي نجح هعمل لك اختراع يخليك احلى بنت في الحاره، والحارة كلها تعكسك، وتتجوزي بقى ونفرح بيكي بدل ما الناس مش متأكدة إن كنت بنت ولا ولد. شكرا يا عبقرينو، سيبك مني، أنا عارفة نفسي شبه عبده موتة على رأي خالته أم عبقرينو. المهم أنت تنجح بقى السنة دي أحسن، الناس بصراحة كده بتقول. بيقولوا إيه الجهلة دول؟ أنا عارف إنهم جاهلين، ما بيقدروش العلم ولا العلماء. يا اخويا ليهم حق، اسكتي يا بنت يا رضا وسيبيلي انا الطلعه دي. ملك يا عبقرينه يا ابني، الناس ليهم حق يقولوا، واحد بقاله 15 سنه في كليه العلوم، لا خلص ولا اشتغل ولا تنيل على عينه ونجح، وقال ايه، بيعمل اختراعات عشان الميه المالحه تبقى حلوه وحافظ على الثروه السمكيه. يا اخويا بلا خيبه، حافظ على اعصاب امك اللي كل يوم بتتحرق من المتفجرات اللي انت بتعملها ومضحك علينا الجيران. ما دامت امي فتحت وصلت الردح والشتيمه يبقى كده انا تمام. يلا يا رضا سلام، عشان عندي شويه حاجات اشتريها
عشان بالليل هروح على البحيرة الميتة وهفجر اختراع هيغير مجرى التاريخ. ادعي لي يا رضا، ادعي لي. يا لهوي يا لهوي يا عبقرينو، هتروح عندي البحيرة المهجورة؟ ده نسمع ان فيها بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم احفظنا، واسمع كمان انهم بيطلعوا بالليل. انت هبلة يا بنت يا رضا، هو انا برضو زي الناس الجهلة وهخاف؟ لا، البحيرة دي المية فيها راكدة من سنين وسنين بسبب النباتات والطحالب والشجر اللي سدوا مجرى البحيرة، ولازم نفجر فيها شوية حاجات كده من شغلي يخلي الطريق يتفتح للمية ونحافظ على الثروة السمكية. يا اختي سيبك منه يا بنت يا رضا، خليه يفجر البحر. هو في حد عاقل يقول كده؟ يا خيبتك يا خيبتك يا ام عبقرينو، الحقوني يا ناس، ابني بيروح يولع في المية. يا جدعان يا جدعان ادعولي، احسن خلاص مفيش حاجة هتنفجر غير دماغي. قال ايه؟ مستني يعمل اختراع. يلا يا بنت يلا البسي عباية، ولا اقولك خليكي بمنظرك ده حتى الناس تعرف ان معايا راجل بدل خيب الامل بتاع الاختراعات والمية. وسابهم عبقرينه يكملوا تقطيم فيه، ودخل قطه اللي كانت عبارة عن معمل كبير قوي كله انابيب واختراعات ومعدات وحاجات كده، ولا معمل كلية العلوم. عبقرينه كان بيفكر انه يعمل اختراع في البحيرة المهجورة اللي في اخر بلدهم، لانها ميتة وحشة جدا والسمك مات والناس بتقول ان البحيرة دي مهجورة وفيها بسم الله الرحمن الرحيم. وعلشان كده عبقرينه قرر انه يشوف بنفسه. ورضا وخالتها ام عبقرينه راحوا السوق واشتروا قماش علشان خالتك ام عبقرينه بتشتغل خياطة. وطبعا رضا زي ما انت شايف بنت، ولكن كل تصرفاتها ولبسها لبس ولد، حتى اهل الحارة عارفين انها راجل، والكل بعملها على الاساس ده. وبالليل وبعد ما الكل نام، عبقرينه كان محضر المطلوب وشال شنطته وراح على البحيرة المهجورة وقرر يبدأ شغل. عبقرينه نزل الاختراع بتاعه في المية ومعه شوية اسلاك بصراحة مش عارفة اوصفها، وفجأة هوب حصل انفجار شديد جدا في المية وطار دخان وشرار ونار كتير وكأن البحر بينفجر. عبقرينه شاف المنظر رجع لورا وخايف ومش عارف يتصرف ازاي، وكأنه فعلا ما كانش متصور ان النتيجة هتكون بالشكل ده. عبقرينه بدأ يرجع لورا ويبعد عن البحر، وبعد شوية حس بصوت بينادي عليه ويقول عبقرينو يا عبقرينو. مين مين بنادي؟ انت مين ولا انت مين؟ انا هنا يا عبقرينو، تعالى ما تخافش. عبقرينو بدأ يقرب وهو عارف ان الليلة دي شكلها كده مش هتعدي على خير. وبتظهر على وش المية بنت جميلة سبحان من صور جمالها وبتقول عبقرينو الحقني يا عبقرينو، كده كده تفجر المية وجسمي كله يتجرح، الله يسامحك يا عبقرينو. انت مين وازاي نايمة كده على وش المية من غير ما تغرقي؟ ايه ده، معقول مش عارفني؟ انا حورية يا عبقرينو، انا عروسة البحر، معقول عمرك ما سمعت عني؟ انا يوم ظهرت الناس وطلبت مساعدتهم لكنهم بخافوا ويجروا بسرعة. تصور انا في البحيرة دي بقالي 233 سنة ومحدش اتشجع ولا قرب مني غيرك. نعم يا اختي بقالك 233 سنة؟ لا ده انت لسه في عز شبابك. عبقرينو هقرب لو سمحت وهات شاش ومطهر، دي اللي بيتقطع يا عبقرينو. عبقرينو بيستجمع شجاعته وقرب منها وشوفها لما رست بجسمها كله عالشط، والأول مرة بشوف حورية بحر زي بتاعة الأساطير والحكايات وألف ليلة وليلة. قعد عبقرينه جنب الحورية وبدأ يداوي الجروح اللي بالفعل ملت جسمها وديلها. الله يسامحك يا عبقرينه، بقى كل الناس عمالة تقولك بلاش وانت برضو مصر.
كل الناس مين اللي بتقولي بلاش؟ انت قصدك ايه يعني؟ مش فاهم. قصدي امك الصبح قالت لك بلاش، ورضا قالت لك بلاش، البحيرة فيها بسم الله الرحمن الرحيم، وانت برضو قلت لهم هروح. عبقرينو ايده بترتعش من الخوف وبدأ يخاف منها وقال: ايه ده؟ انت عرفت الكلام ده ازاي؟ هو انت كنت معانا ولا ايه؟ لا يا سيدي، بس انا عارفة كل حاجة واقدر اسمع كل حاجة، وانت بقى عاجبني من زمان لانك الوحيد اللي عندك الجرأة انك تدخل جوه خبايا البحر وتعرف اسراره. انا بصراحة كده خفت، الواد رضا كان عنده حق. برضو بتقولي الواد؟ انت مش عارف انها بنت، وبنت جميلة كمان. عبقرينو الخوف زاد في قلبه قوي، وطلع يجري وخدله في سنانه وسابها، وحورية البحر بتنادي عليه. انما ده ايه؟ عبقرينو تقريبا عملها على نفسه من الخوف. استنى استنى يا عبقرينو، رايح فين؟ عبقرينو تعالى ما تخافش. ورجع عبقرينو يجري على بيته، وتحت البيت كانت رضا بتجهز عربية الفول علشان خلاص النهار قرب يطلع. عبقرينو مالك بتجري كده ليه؟ هو في حد بيجري وراك ولا ايه؟ قولي بس انت، اقسم بالله اعمل لك منهم شرايح. لا 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 لا، مفيش حاجة، شوف شغلك، شوف شغلك يا رضا، قصدي شوفي شغلك. وطلع عبقرينو اوضته وقفل على نفسه، وكل تفكيره هو اللي شافه كان حلم ولا حقيقة. هو فعلا في حورية بحر وكان قاعد معاها وبيكلمها، ولا كان بيحلم وفعلا اتجنن زي الناس ما بتقول عليه، واتغطى ونام عبقرينو وهو لسه بيرتعش. وتاني يوم طلعت الشمس، ورضا زي كل يوم الكل بيعملها على انها ولد، مع ان الكل عارف ومتأكد انها بنت. والست ام عبقرينو بتفصل فساتين حلوة قوي للبنات والستات اللي في الحارة، وتتمنى انها تجوز عبقرينو واحدة منهم، بس بقى لما ربنا يسهله وبطل اختراعات وهبل. وبتدخل عليها رضا جايبة لها الفول والطعمية بتاع كل يوم، وتقول: صباح الخير يا خالتي ام عبقرينو، ايه النهارده يعني مش ناديتي عليا؟ عشان كده قلت اطلع لك انا واجيب لك الفطار. هو عبقرينو صحي ولا لسه نايم؟ اصله كان راجع متاخر قوي وشكله خايف من حاجه. عندك حق يا بنتي يا رضا، اصله امبارح راح عند البحيره المهجوره، وانا فضلت اقول له بلاش، بس هو بقى صمم وراح، تلاقيه اختشاف بسم الله الرحمن الرحيم، عشان كده راجع خايف. يا خبر يا خالتي، طيب ادخلي صحيه وطمني عليه. بقولك ايه يا بت، سيبك منه دلوقتي وتعالي كده يا بت، البسي الفستان ده بتاع واحدة ست هاي قوي وجسمها زي جسمك بالظبط. جسمي؟ هو انا في جسمي يا خالتي؟ طب ده انا فاضل لي شنب وابقى ارجل من ابنك عبقرينو. جاتك ايه يا بت يا رضا؟ البسي بس عبال ما اعمل كوبايتين شاي ليا انا وانتي ونفطر سوا. ودخلت ام عبقرينو تعمل الشاي، ولما خرجت شافت مفاجأة، رضا اتحولت 180 درجة ولبست الفستان الجميل. الست أول ما شافتها الشاي وقع منها وقالت: يا لهوي يا لهوي على جمال أمك، ايه يا بنتي يا مقصوفة الرقبة ده؟ يا بنتي ده انت عروسة ولا المودلز اللي بيقولوا عليهم؟ رضا فرحانة قوي وبتلف وتشوف نفسها حلوة ازاي، وقررت انه عبقرينو لازم يشوفها بالفستان. رضا دخلت الاوضه تصحي عبقرينو، ما هي مش صابره لما يصحى لوحده اللي تقريبا كان بيحلم بحاجه، وفجاه فاق وقال: ايه ده حوريه، انت جيتي هنا ازاي؟ انت جميله قوي. رضا بتبص له وبتقول: حوريه مين يا عبقرينو؟ انا رضا. عبقرينو بيفرك عيونه ويلبس النضاره الكعب كوبايه بتاعته ويقول: رضا مين؟ انت يا واد يا رضا اتجننت؟ عامل في نفسك كده ليه؟ وايه الفستان ده؟ انت اصلا انت شبهها ولا ايه؟ شبه مين يا عبقرينو؟ صل على النبي كده واهدى. عبقرينو شايف رضا شبه عروسة البحر، ولا
يمكن تكون عروسة البحر هي اللي شبه رضا، وقام عبقرينه وفطر وهو مركز أكتر مع رضا اللي لابسه الفستان الجميل، وتحولت 360 درجة وغيرت للأسف الفستان بسرعة لأن أبوها تحت بنادي عليها علشان تنزل تشوف شغلها. ورجعت تاني رضا اللي تبان إنها ولد أكتر من إنها بنت، لكنها من اليوم ده قررت إنها تشتغل في مجال التفصيل والخياطة وتتعلم الموضة، لأنها شافت في عيون عبقرين ونظرة إعجاب تتمنى إنها تشوفها تاني. واتفقت مع أم عبقرينو إنها تعلمها الشغلانة على أصولها. وعدى اليوم على عبقرينو وهو بيقرأ في الكتب اللي بتحكي عن عروسة البحر، والمصيبة إنه عرف إن فعلا في حورية في البحر اسمها حورية وموجودة في البحيرة من 200 سنة، وياما ناس شافتها أو سمعت صوتها. معنى كده إن الموضوع طلع بجد وما طلعش حلم. وبالليل عبقرينو استعد إنه يروح البحيرة تاني ويتأكد من وجودها. أول ما وصل البحر كان هادي قوي وما فيش أي حاجة غريبة. فضل واقف على الشط وينادي وقول: يا حورية اطلعي، أنا عبقرينو. يا حورية اطلعي ما تخافيش، أنت أكيد زعلانة مني لأني فعلا امبارح خفت ومشيت، إنما أوعدك أنا مش هخاف تاني، اطلعي بقى لو سمحتي. وأخيرا سمع صوت مخنوق من تحت المية وبينادي وبيقول: تعالى تعالى يا عبقرينو، تعالى أنا تحت موجودة بس مش قادرة أطلع. عبقرينو نزل المية وبدأ ينزل وينزل وينزل لحد ما غاب عن الوعي، وفجأة لقى نفسه تحت المية في مكان أشبه بالقصور، وحورية البحر قاعدة على كرسي شبه كراسي الملوك، حواليها حوريات جميلة بتخدمها، وكأن عبقرينو في حلم جميل مش عايز يصحى منه. عبقرينو قعد معاها كتير قوي، وبعد شوية أخدته من إيده توريله أعماق البحيرة المهجورة اللي الناس خايفة منها، وإزاي إن حوريات عايزين حد زي عبقرينو ينظف المية ويشيل الشجر الضخم والطحالب اللي طلعت في المية وسدت المجرى. بدأ عبقرينو يتشجع ويزود أبحاثه وبتساعده حورية البحر، وأخيرا قدر يوصل لمنتج يقدر يمنع ظهور الطحالب والأعشاب الضارة في المية مرة تانية. وفضل عبقرينو مدة طويلة قوي كل ليلة يروح البحر وينزل، وفجأة يغيب عن الوعي ويلاقي نفسه في الأعماق، وكل يوم بيتعلق أكتر وأكتر بحورية البحر ويشوف إنها فتاة أحلامه. لكن الغريبة هي إن حورية البحر بتتكلم زي كلام رضا وبتأكد ليه إن رضا بنت مش ولد، وبنت جميلة كمان. ويرجع عبقرينه تاني وكله أمل إن خلاص الدنيا حلوت في عيونه ويقدر يوصل لمرحلة متقدمة جدا من أبحاثه واختراعاته. ومش بس كده، لا ده بدأ يحب ويتحب. بس يا ترى بحب مين؟ بحب عروسة البحر ولا بحب رضا؟ وفي البيت رضا بدأت تساعد أم عبقرينو وتتعلم التفصيل وتقيس على نفسها وتخيط لنفسها فساتين جميلة قوي. ده باين كده ان رضا جواها حاجات كتير ولسه هتعملها. ولو وصلت معايا لحد هنا ما تنساش تدعمني بلايك وتعليق جميل زيك. يلا استنى رايح فين، احنا لسه بنكمل. وبدأت كمان رضا تقرا في ابحاث عبقرينو وتساعده فيها، هي صحيح مش فاهمة لكن كفاية الدعم المعنوي. وعبقرينو عنده سر، هو حورية البحر مش عايز حد يعرفه. بس خلاص وأخيرا وبفضل أبحاث الدكتور عبقرينو البحيرة المهجورة تم افتتاحها من قبل الدولة ونطفت، وأبحاث عبقرينو جابت نتيجة كبيرة قوي. وفي يوم التلفزيون بصور مع عبقرينو وكان لازم يقدم شكر لحد مهم قوي في حياته، وقال:
أحب أقول إن كل الناس ساعدتني إني أنجح في الاختراع ده، وأهم الناس دي هي أمي الست الطيبة والأنسة رضا جارتي اللي على طول واثقة فيا وواثقة في قدراتي ومصدقة إني هقدر أعملها، ده غير إنها بتفطرني كل يوم أحلى فول وطعمية. وفي واحدة كمان ليها فضل كبير قوي عليا، وأنا لازم أعرفكم بحكايتها علشان اللي افتكرناه زمان أساطير لازم يظهر للنور. بصراحة أنا اتعرفت على حورية البحر، أيوة اسمها حورية، وساكنة في البحيرة المهجورة، وساعدتني كتير قوي في البحث بتاعي. الكل مستغرب كلام عبقرينه عن حورية البحر واللي حصل معاها، ولكنه ما عندوش أي إثبات إن فعلا في عروسة بحر، وعلشان كده للأسف الناس اعتبرته مجنون وبيقول أي كلام. حتى رضا زعلت قوي بعد ما اتغيرت مخصوص علشان تعجبه، عرفت إنه بحب حورية، حورية البحر اللي بيقول عنها، وإنه بعامل رضا كويس علشان تشبهها. ولسه عبقرين وزعلان إن الناس بتقول عليه مجنون وعايز يثبت كلامه، وبدأ كل ليلة يروح عند البحيرة وينادي على حورية، لكن للأسف مفيش حد بيرد، لدرجة إنه عمل تفكيرات تاني وتالت وعاشر وفجر البحيرة علشان تطلع، وبرضو مفيش حاجة اسمها حورية البحر. بيرجع عبقرينه وحاول يقنع نفسه إن اللي كان فيه وكان بيشوفه كان حلم، ونام ويصحى يروح شغله والكل يصوره ويتعلم من اختراعاته، لكنه عمره ما نسي أيامه مع حورية البحر. وأخيرا عبقرينه عارف إن رضا بتحبه قوي، وهي السر اللي خلاه ينجح، علشان الإنسان على طول محتاج للدعم النفسي والمعنوي أكتر من الدعم المادي. والحمد لله ما أقولكوش رضا بقت أشهر مصممة أزياء في الحارة بتاعتهم طبعا، وده طبعا بفضل الدعم اللي مقدمه ليها عبقرينه. وبعد سنة وأكتر اتجوزت عبقرينه وقال إيه؟ خلفت بنت اسمها حورية. وطبعا انتوا عارفين سبب تسمية الاسم ده، وعقبال كل البنات. ولو وصلت لحد هنا اكتبلي أنا من الأبطال، وما تنساش استنوني تاني في قصص جديدة.